الطبيب زيد أحمد منصور، وتحديدا هو طبيب عام. مساء الخير دكتور زيد، وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير دكتور زيد. دكتور زيد تسمعني؟ دكتور زيد، طبعا لحد ما يجهز معنا الاتصال كنت حابة نسأله عن موضوع ارتفاع درجات الحرارة. كتير من الأشخاص بيتأثروا بارتفاع درجات الحرارة، كتير من الناس بنسمع مرات حوادث صارت مع أطفال وهم صغار، كانت بسبب ارتفاع درجات الحرارة صارت عندهم مشاكل عضوية على المدى البعيد ومستقبلا. ناخذ الدكتور زيد من جديد. مساء الخير دكتور زيد. يسعد مساكي، اهلا سيد. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بدي أبدأ بارتفاع درجات الحرارة. درجة الحرارة الطبيعية للجسم شو هي المفروض تكون؟ يعني إحنا بنعرف أنه دائما 37 هي درجة الحرارة الطبيعية للجسم، لكن في مرات بنسمع أنه لغاية 38 وممكن ونص كمان ما تكون في غاية الخطورة. مدى صحة هذه المعلومة وشو هو المعدل الطبيعي لدرجة حرارة الجسم؟ بداية الله يسعد مساك ويسعد مساء المشاهدين جميعا. هلا بالنسبة لدرجات أهلا وسهلا الحرارة، فيك. طبعا في تفاوت في درجات الحرارة بين الناس وبين الفصول وبين نهارا أو مساء. هلا درجة الحرارة الطبيعية تعتبر هي رينج من 36 ونص لحد 37 و4 بالعشرة لحد 37 ونص. نعم، هيك معظم الناس درجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة قابلة للتغيير على حسب الجو، على حسب الفصل، على حسب ان كنا بالنهار او بالليل، على حسب طبعا الطعام او الاكل والجهاز اللي بنقاس فيه جهاز درجه الحراره والمكان اللي بناخذ منه درجه الحراره. اها تمام. طيب دكتور، يعني اذا بدنا نحكي عن قياس درجه الحراره، كثير مثلا هلا من الوقت الحالي متوفر بكل بيت ميزان الحراره الالكتروني، وخصوصا مع جائحه كورونا كونه من اهم اعراض الجائحه او الفيروس هو ارتفاع درجه الحراره، صار متوفر بكل بيت. مقياس درجه الحراره الالكتروني هل هو دقيق مثل الزئبق؟ الزئبقي تحديدا. في عندنا نوعين جهاز حراره الكتروني، في عندنا الجهاز اللي بيستخدم تقنيه الانفراريد ريز اللي هي الاشعه تحت الحمراء. نعم. اللي بنشوفه احنا مثلا في الاماكن اللي بخلطوا على جبين المريض وبقيس حرارته. وفي جهاز الكتروني بنحط تحت الفان او بنحط في الابط او بالشرج. هذول نوعين اجهزه الكترونيه. وفي حاليا الكاميرات اللي بتقيس درجه الحراره، لكن فعليا دقتهم بالنسبه للي بيستخدم تقنيه الانفراريد اللي بنحط على جبين المريض من بعد غير دقيق، لانه ممكن يتعرض او يتفاعل مع العوامل الجويه. يعني ممكن مريض واقف في مكان برد، تمام، جلده يكون بارد فناخذ حرارته تطلع برد، يطلع منخفض درجه الحراره. ثم نفس الجهاز يكون بارد او السنتر اللي عليه يكون بارد برضه يعطينا درجه حراره اقل من الصحيحه. اها تمام. جهاز الحراره الثاني اللي شبه الزئبقي لكنه الكتروني نحطه تحت الفان او تحت الارض ممكن يكون ادق، لكن الزئبقي هو ادق جهاز للقياس صراحه. صحيح، يعني حتى تعرف دكتور، يعني اذا بنتابع او بنروح لاي مستشفى بتلاقي بيستخدموا الزئبقي، ما عم بشوف انه عم بيستخدموا الالكتروني. الالكتروني ضجت فيه الفتره الحاليه لانه ممكن اسهل. هو خلينا نحكي في موضوع قياس درجه الحراره. ما بعرف دكتور زيد معنا؟ دكتور زيد لسه معنا على الخط؟ اعتقد انه الاتصال انفصل مع الدكتور زيد، فما بعرف رح يرجع يتواصل مع الدكتور زيد. يعني كنا عم نحكي عن موضوع ارتفاع درجه الحراره ودرجه حراره الجسم تحديدا الطبيعيه، بالاضافه كمان حكانا الدكتور زيد بانه مقاييس او ميزان قياس درجه حراره الجسم عم بيكون متداول بالفتره الحاليه بشكل جدا كبير، هو مقياس درجه الحراره اللي هو الالكتروني، اللي يعتبر مثل ما قال الدكتور زيد ان هو مش دقيق 100% كونه انه ممكن ياخذ حراره الغرفه اللي موجود فيها الشخص او المكان المتواجد فيه، كونه هو عن طريق كاميرا عن بعد، يعني هو ما عم بلمس اصلا الجسم، فبيكون ما بيعطي درجه حراره دقيقه 100% للجسم. لكن المقياس الزئبقي اللي هو متداول بكثير من المستشفيات وهو بالاساس بيستخدموه من البدايه دقيق وادق، يعتبر 100% لانه بياخذ درجه حراره الجسم بشكل عام. كنت حابة نسأل كمان الدكتور زيد عن طرق السيطرة على ارتفاع درجات الحرارة، وكنت حابة كمان نعرف كيف نميز درجة حرارة الجسم بسبب كورونا أو مرض آخر، ممكن إنفلونزا عادية أو حتى حمى خفيفة أو حتى الأطفال اللي
الحديثي الولادة اللي عم بيصير عندهم بروز في الأسنان بسبب ارتفاع درجة الحرارة، كيف إحنا نميز إنه هذه الحرارة عادية ما في عندها أي بصاحبها خوف من كورونا؟ كونه إنه الوقت الحالي صفى ارتفاع درجة الحرارة هو المقياس ل أو خلينا نحكي أول إشارة لظهور فيروس كورونا. دكتور زيد مساء الخير، رجع معنا الدكتور زيد من جديد، مساء الخير عليك. أهلا وسهلا، هلا بك. أهلا وسهلا فيك. يعني دكتور احنا كنا عم نحكي عن تحديدا مقياس درجة الحرارة اللي يعتبر الزئبقي، ختمنا بفكرة انه هو ادق 100% من الالكتروني. كنت حابة نعرف منك يعني كيف ممكن نسيطر على درجة حرارة اي شخص مريض، وكيف ممكن نميز بانه هذه الحرارة هي مش كورونا، يعني ممكن يكون اي عارض بسبب ايضا ارتفاع على درجة الحرارة. لا، ارتفاع درجة الحرارة بصير لعدة اسباب. نعم، بشكل عام الالتهابات الفيروسيه، الالتهابات البكتيريه والالتهابات الفطريه وهي قليله ممكن تعمل حراره، موضوع التحسس برضه ممكن يعمل حراره، لهيك احنا في الطب بنقسم الحراره لقسمين، يعني شخص عنده ارتفاع درجه حراره فوق ال 37 ونص بنقسم لجروبين لمجموعتين. المجموعه الاولى اللي هي درجه حراره منخفضه اللي هي ما بين ال 37 ونص ل 38 ونص. نعم. ولها مصطلح بسموه لو جريد فيفر. تمام. الجروب طيب الاخر اللي هم عندهم ارتفاع درجه الحراره الشديد اللي هو فوق ال 38 ونص لل 40 ولل 41. تمام. هلا هذا بيعتمد على شده الالتهاب او شده انه مثلا المريض هذا متعرض لدرجات حراره عاليه زي مثلا الفران وما الى ذلك. هلا خلينا احنا على موضوع الفيروس كورونا، على فيروس كورونا في معظم الحالات بيعمل درجه حراره ما بين ال 38 لل 39. اها، يعني ما بتوصل ل 40 واكثر من 40. في ناس توصل عندهم ل 40 وتوصل ل 41، اذا كان عنده التهاب رئوي شديد اكيد رح توصل درجه حرارته لدرجه حراره عاليه. نعم. تمام، ممكن توصل 40 41، ممكن المريض يعني يصير في عنده ارتجاف في جميع جسمه بسبب شده الحراره. طيب دكتور، مبدئيا اذا بدنا نحكي كيف ممكن نسيطر على درجه الحراره من داخل المنزل، يعني خصوصا اللي عندهم اطفال اللي عارفين مثلا انه سبب ارتفاع درجه الحراره هو مش كورونا، يعني ممكن يكون بروز اسنان، ممكن يكون مثلا في عنده مشكله صحيه عارف الاهل بموضوعها، كيف ممكن يسيطروا عليها من غير ما يذهبوا للطبيب؟ تمام. هلا احنا بدايه لازم نكون عارفين السبب الرئيسي لارتفاع درجه الحراره. نعم. يعني اذا عرفنا سبب الحراره بنقدر نعالج. ارتفاع درجه الحراره في البيت مثلا بالمساء بالليل ممكن نستخدم كمادات المي البارد، بس العالم الناس تحط الكمادات على الراس بس، هاي فكره صراحه مش صحيحه. احنا لازم نحط كمادات على مناطق واسعه من الجسم مثلا الفخذ او البطن. نعم نعم معي؟ نعم معك، سامعينك، تفضل دكتور. فبنستخدم الكمادات على الفخذ او على البطن لمده 10 دقائق ربع ساعه راح تنخفض درجه الحراره، لانه جسمنا بيبعث. نعم دكتور زيد معنا، أنا بدي أشكرك دكتور زيد، يمكن في مشكلة في الاتصال. دكتور زيد أحمد منصور كان معنا طبيب عام، يعني كنا بنحكي بفكرة أخيرة اللي هي فكرة إنه وضع الكمادات اللي هي متعارف عند كثير من الناس بحطوها على منطقة الرأس، لكن هو دكتور حكى إنه الأفضل نحطها في منطقة البطن لتخفيض درجة الحرارة. أكيد في كل بيت عندهم أطفال الناس لازم يكون في مسكنات أو خافض للحرارة لحتى يتجنبوا بعض المشاكل مثل بروز الأسنان اللي بتسبب ارتفاع درجة الحرارة، ممكن بعض الأمراض الخفيفة كرشحة، في أطفال مناعتهم كتير قليلة فبيصير عندهم مضاعفات، وخصوصا إذا كان في مثل ما قال الدكتور فيروس معين بهاجم الجسم فأكيد رح يكون في ارتفاع في درجة الحرارة. بدي أشكر الدكتور زيد أحمد منصور وهو طبيب عام على هذه المعلومات القيمة.